هاد السنه مجلس الجاليه المغربيه في الخارج يعني فكر انه يعني يحتفي بافريقيا وبالجاليه المغربيه في افريقيا، وهذه يعني مبادره طيبه جدا، لان يعني بصفه عامه المغرب يعني كما هو معلوم يعني عنده الان تصور واضح للعلاقه مع الجوار والبيئه ديالو الافريقيه، وكذلك يعني معروف التوجه الجديد في السياسه ديال تجاه المهاجرين الاشقاء الافارقه المقيمين يعني في المغرب. يعني الدوله اهتدت الى انها يعني تغير المقاربه ديالها الموضوع ديال المهاجرين الافارقه ديال جنوب الصحراء. وفي هذه الاجواء اذن يعني اعتقد ان الاخوان في مجلس الجاليه المغربيه في الخارج يعني اهتدوا انه يخصوا يعني جل الانشطه الموازيه لهذ السنه الموضوع ديال افريقيا. فهذه اذن لا شك هذه المساله غد تزيد تقوي الاواصر ما بيننا وما بين افريقيا.